السلام عليكم ورحمه الله اخواني الكرام، رجعنا معكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نستعرضوا معكم واحد الكاميرا ديال المراقبه كتشتغل بالواي فاي. كاميرا يمكن لك ديرها في الدار ديالك ولا في المكتب ولا في محل تجاري ولا في اي بلاصه، وكتبقى تتحكم بها غير في التليفون. هاد الكاميرا هادي من المنتجات ديال شركه ايس فيز، هاد الشركه هادي اللي مختصه في هادشي ديال الكاميرات. غادي نشوفوا معكم شنو هما الاكسسوارات اللي كيجيو مع هاد الكاميرا هادي والطريقه ديال التشغيل ديالها، وغادي نعطيكم حتى الثمن باش تقدروا تلقاوها في الاسواق المغربيه. خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. مرحبا بكم جميعا اخواني الكرام. اذا غادي نبداو على بركه الله وغادي نفتحوا العلبه ديال هاد الكاميرا هادي ونشوفوا شنو هما الاكسسوارات اللي كيجيو معها، وغادي نشوفوا معكم حتى الطريقه ديال التشغيل ديال هاد الكاميرا هادي. بسم الله. اذا اخواني الكرام، هذه الكاميرا ديالنا. هادو هما الاكسسوارات اللي كيجيو معها. كاين الكاميرا اللي هي هذه، كاين الشاحن ديالها، شارجور، كابل ديالو، كابل طويل باش كدوز لها الضو، وكاينين هاد الفيسات هادو الا كنتي باغي تفيكسي فشي بلاصه في الحيط مثلا او لا اي مكان. وكاين هاد اللعيبه هادي ديرينها على حساب مثلا الا كنتي باغي تقب في الحيط كتلصقها بحال ما هكا في البلاصه اللي باغي تفيكسي فيها انت الكاميرا، كتقب الشنيول فهاد النقاط بثلاثه وكتلصق هادي هي باش كيجيك العبار مضبوط 100%. هادي كتساعدك في هاد العمليه هادي. ومن بعد فاش كتفيكسي بهاد الفيسات هادو كتلصق الكاميرا بهذا الشكل هذا، كتحطها بحال ما هكا وكتدور صافي وكتشد الكاميرا في البلاصه ديالها. كيف ما كتشوفوا الخيط راه طويل تقريبا في واحد 3 متر تقريبا على حساب البلاصه اللي غادي تاخذ منها الضو. حنا غادي ناخذوا لي الضو من اقرب بريز عندنا هنايا. غادي نتوجهوا لمتجر جوجل بلاي وغادي نكتبوا كيف ما كتشاهدوا الكاميرا كتدور بوحدها. غادي نكتبوا ايز فيز وغادي انستاليو التطبيق هذا. إذن اخواني، من بعد ما قمنا بتنزيل التطبيق غادي نكري واحد الكونت في التطبيق هذا. راه ساهل، كيطلبوا منا غير معلومات ديالنا، السميه، كنيه، مود باس. المود باس حاولوا انكم ديروا الحرف الاول ماجيسكيل وديروا فيه حروف عاديه وارقام، وراه غادي يقبلوا لكم داكشي. غيجيك واحد الكود ديال الفيريفيكاسيون في الجيميل ديالك، غادي تفيريفي لادريس ايميل، ومن بعد غادي تفتح عندك التطبيق بهذا الواجهه على هذا الشكل هذا. بهذا الواجهه هذه غادي نمشيو وغادي نضغطو على علامة زائد وغادي نديرو اجوتي انا باري. غادي نكليكيو على الاختيار الاول كاميرا. هنا غادي يعطيونا نسكانيو واحد الكود كير، غادي نسكانيو هاد الكود اللي كاين في الكاميرا. غادي نديرو علامة الصح على هاد الاختيار هذا، ثم نديرو سويفون ديماغي. غادي نديرو علامة الصح هنا سويفون. من بعد غادي يطلبو منا نديرو المود باس ديال الواي فاي باش مكونيكتين هنايا. بعد ما دخلنا الكود ديال الواي فاي ديالنا غادي نديرو سويفون. من بعد غادي يطلع لنا هاد الاختيار هذا،
ديروا اي واحد من هادو اي اختيار من هادو سويفون وغادي ننتظر واحد شويه. اذا كيف ما كتشوفوا هي الكاميرا ديالنا خدامه هاي كتصور دابا. غادي نديرو سويفون واني كرام هي خدامه دابا الكاميرا ديالنا كتسجل. هنا يمكن لينا نتحكموا فيها كيف ما كتشوفوا هاي كتدور دابا كلينا ندوروها من التليفون ديالنا نتحكموا فيها كيف ما بغينا كدور 360 درجه. كاينين بزاف ديال الاختيارات كيف ما كتشوفوا اخواني الكرام كلنا يعني نهضروا في الكاميرا نخدموا الميكروفون كيف ما كتشاهدوا دابا انا كنهضر التليفون الصوت كيدوز الكاميرا مباشره مثلا بغيت ننبه شي واحد شي حاجه. هاد الميزه يمكن لها تفيدك مثلا الا كنتي كتراقب الكاميرا عن بعد وبغيتي تنبه مثلا الشخص اللي كاين في هذيك البلاصه اولا تهضر معاه فيمكن لك ترسل ليه ميساج صوتي وغادي يسمع هو في الكاميرا مباشره كيف ما شفتوا معنا هنا. اذا غادي نجربوا هاد الكاميرا اخواني الكرام في الوضع الليلي غادي نطفيو الضوء غادي نشوفوا واش غادي يتصور في الظلام ولا لا. طفي الضوء السي مروان كيف ما كتشاهدوا هي دابا بقى الصوره عاديه ودابا هي قلبات الوضع الليلي كيف ما كتشوفوا هنا. فاش كيكون الضوء اولا كتكون الاضاءه عاديه راه الكاميرا كترجع الصوره لوضعها الطبيعي وكتحيد الوضع الليلي. كاينه ايضا ميزه تتبع الحركه الذكيه اللي كاينه في هذه الكاميرا هذه يمكن لك تضبطها في الاعدادات من خلال هذا التطبيق هذا اللي انستاليناه من بلاي ستور. بالنسبه للكارت ميموار اخواني الكرام فكندوروا هذه الكاميرا بحال ما هكا بهذا الشكل وهنايا كنوجدوا بلاصه الكارت ميموار كنحلوا هذه البلاصه هذه هنا وكنديروا كارت ميموار. هذه الكاميرا يمكن لك دير فيها كارت ميموار السعه ديالها 128 وكتبقى متبعه غير بالهاتف ديالك كتشوف التسجيلات اللي كاينين فيها تمسح المقاطع اللي بغيتي تمسحهم تخلي اللي باغي تخلي كل شيء هذا الشيء فقط عبر الهاتف. اذا اخواني الكرام كانت هذه مراجعه الكاميرا ايز فيز هذه الكاميرا هذه اللي يمكن لك تعتمد عليها في التسجيل والمراقبه سواء في العمل ديالك في محل تجاري في مكتب في الدار فين ما ركبتيها كتخدم يكفي انها تكون متصله بالانترنت ويكفي انك تتبع التعليمات اللي كاينه في الكتيب ديال هذه الكاميرا الكتيب اللي كيجي مع الداخل اولا تتبع الخطوات اللي شرحناهم في هذا الفيديو فيها بزاف ديال المميزات زوينين. هذه كتهنيك من البرونشمون ديال الدي في ار وكاميرات بالخيوط ديالهم والتلفازه الى اخره كاميرا يمكن لك تعول عليها. بالنسبه للثمن ديال هذه الكاميرا هذه فالثمن ديالها ما كيتعداش 500 درهم دايره 400 درهم جمله غادي تلقاوها في الاسواق المغربيه باقل من 500 درهم. اذا كانت هذه مراجعه للكاميرات المراقبه اولا كاميرا واي فاي ايز فيز. نتمنى اننا نكون توفقنا في ايصال المعلومات الكافيه بخصوص هذه الكاميرا هذه. المزيد من المعلومات او الاستفسار او الطلب الى بغيتوا هذه الكاميرا هذه يمكن لكم تواصلوا معنا في الرقم ديال الواتساب او تخليوا لنا ميساج في التعليقات. مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.